أن الحكومة إذا دخلت المرشح باكر يطلع يقول الحكومة فرضت علي كذا كذا وأنا أريد أن أتحدث. بالتالي هو المطلوب تعاون الجميع، مثل ما تتعاون السلطات الآن على الجميع أن يتعاون، تعاون المرشحين وتعاون حتى الجمهور. أيضا أنا أشيد حتى بالقرار اللي طلع من الأبناء إخوان الشيعة في الدائرة الثالثة اللي قالوا إحنا ليسوا مسيرين ونصوت لأشخاص معينين. هذه هي من الومضات. أيضا أنا كنت بصراحة ودي أعلق على موضوع المرشح فهد سماوي، طلع لنا الموضوع هذا وإن شاء الله يكون لنا الوقت إن شاء اللي أقدر أتطرق إلى إلى طيب إلى يعني أخ فهد، ألا ترى أن هناك أطراف خارجية مستفيدة من تمزيق الوحدة الوطنية؟ واضح جدا يعني البعض، واضح وضوح الشمس، قاعدة تصب الزيت على النار لأجل طبعاً. يعني الضرب بين الحضر وبين البدو بالذات واضح الفترة الأخيرة يعني بشكل واضح جدا. أنا أعتقد ألا يوجد هناك أطراف خارجية بنتكلم واستخباراتية وراء هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن هذا قمة التخلف. نحن نتحدث عن بدو وحضر، نعم، للأسف العالم بيوصل المريخ بيجيب مياه ونحن نتحدث عن هذا حضري وهذا بدوي وهذا شيعي وهذا سني. يعني هذا شيء يؤسف له في بلد متحضر مثل الكويت في 2012. من تقع عليه المسؤولية؟ أنا أعتقد المسؤولية الأولى تقع على الحكومة وتقع على المرشحين أنفسهم أصحاب الندوات. أنت لما تجمع الناس، الناس جايين يبون يسمعون كلام، ما هو دورك الانتخابي، ما هو برنامجك، ما هو أدائك، ما هو عملك المقبل في البرلمان، مو جايين يسمعون شتايم. يعني حتى الأولاد الصغار اللي يشاهدون التلفزيون، مرات احنا نشاهد الحملات الانتخابية فتسمع شتايم، واحد يبي نت فريش وهذا يقول انت عليك شوك وهذا، يعني هذا كلام يعني المفروض ما يقال. هناك من يصفق له يعني أخ فهد، الغريب في الأمر أن هناك من يصفق، يعني والله العظيم والله العظيم لو يعني يفترض أن الإنسان يصوت، وأقسم بالله لن أصوت إلا لمن أراه يستحق أن يمثل الكويت تمثيل صحيح. أما واحد والله لو واحد يشتم فئة من فئات المجتمع لن أصوت له أبدا. كيف البعض يصفق لهذا الجانب؟ أين العقلاء في طبعا هناك استغلال لكل السلبيات. شوف خبر صحفي يقول أن كلب عض رجل، هذا خبر عادي، لكن أن يقال أن رجل عض كلب هذا كل الصحافة طلع الآن صحيح. هناك أيضا دور على وسائل الإعلام، الآن وسائل الإعلام عليها أن تخفف من الحدث، وسائل الإعلام عليها ألا تزيد الأمور اشتعالاً، الكتاب الصحفيين عليهم أن يخففوا من الحدث، خطباء المساجد، الأئمة الموجودين، الرجال السياسة البارزين، الصفوة السياسية، هذه ضرر على بلدنا وليس ضرر لا على مطير ولا على الجويهل ولا صحيح. على الفضل صحيح. ولا على أي من الطوائف الأخرى. أنا أعتقد علينا أن نلتفت إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وشفت أنا 4 أو 5 مرشحين يتحدثون في الوحدة الوطنية، ولكن للأسف الخطاب اللي يقال يضرب الوحدة الوطنية ويضرب الأمن الوطني. بالإضافة إلى ذلك أيضا حتى بعض الندوات كانت تضرب الوحدة الخليجية وتوتر العلاقات بين دول شقيقة. إحنا قطر أو السعودية كجا مرحبا بالشأن الانتخابي الكويتي، أنا ليش أقحم قطر وأقحم السعودية وأقحم هذا في شأن انتخابي محلي؟ يا أخي اترك الدول هذه، ناقش أنت خدماتك الصحية صحيح. ناقش الإسكانية، ناقش الدور السياسي، ناقش تعديل الدستور، لا تتكلم على كلام أنت من تقدى ولا تتحدث في أمور أكبر منك. يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فلزم حده. عضو مجلس الأمة الكويتي يمثل الأمة، عدد سكان الكويت 1,400,000، بالتالي أنت تمثل دائرة. فأنا أقول أنك أنت احترم نفسك وأعرف حدودك وأعرف حجمك وخلي السياسة الخارجية لأهل السياسة، وركز على زيادة الآن في 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 نقطة مهمة كل المرشحين نسوها، التعليم ومخرجات التعليم. أنا أعتقد أن هذه هي الأمور اللي يجب أن يركز عليها المرشح، لا أن يركز على مداعبة القلوب وتأجيج المشاعر. أنا أعتقد أن على المرشح رسالة مهمة أن يقوم بتغذية العقول ويكون خطابه موجه للإصلاح والتنمية والتطوير والتغيير. هناك بعض الأعضاء في مجلس الأمة، مجلس الأمة الكويتي يحتاج إلى التغيير. صحيح طبعا لحد الان ما جاوبت لي على موضوع الاستخبارات والتدخل، انا اريد اجابه بس مخرجنا نبي نتصل على مراسلنا حتى يعني نختم معاه ونشوف شنو اخر الاحداث. انا بركز على الموضوع هذا حتى ابين للشعب الكويتي ان الامر دبر بليل، يبدو ان هناك من يدبر ويضمر الشر
للشعب الكويتي، وبالتالي لازم نكون أكثر يعني حكمة وتعقلا في هذا الجانب. أخ عويد، الاحتمالات قائمة، يعني أنا ما أقدر أقول والله هو من دوائر أجنبية، ولكن إحنا البلد مستهدف، كل بلد فيه نقاط ضعف. الدوائر الاستخبارية، وهي ذكرتها في برنامجك الموقر، الدوائر الاستخبارية تبحث عن نقاط الضعف في كل مجتمع لتشتيته. المجتمع الكويتي يعيش في جنة وفي بحبوحة من العيش، وبالتالي مساره ثابت. كيف نزعزع هذا المجتمع؟ كيف نضغط على قيادته السياسية؟ كيف قد تكون بواسطة أمور هذه؟ أقول لك الوقت مبكر لاتهام أي هذا. أعتقد أن الخطر يأتي من أنفسنا إحنا، الخطر يأتي من بعض الكويتيين الذين يؤججون، الخطر يأتي من المرشحين الذين يدعمون هذه الحملات. وهذا الطرح، وبالتالي علينا أن نكون يعني أكثر حرصا في 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 رمي الاتهامات للآخرين. علينا أولا أن نضبط أنفسنا وكبح جماح أنفسنا، نضبط خطابنا السياسي، نضبط الخطاب الجماهيري على المثقفين والصفوة والسياسيين والكتاب ووسائل الإعلام، أن تحاول أن تخفف من هذا الاحتقان عبر إيجاد حلول وعبر نقد المرشح الذي يتحدث بأسلوب التحفيز وأسلوب العنف. بالتالي هناك مسؤولية كبيرة. علشان كذي أنا سألت هل هناك أحد من المرشحين؟ المرشحين الآن دورهم التهدئة، ممتاز، الخروج من المنطقة. الناس ودها تنام في منطقة العدلية، صحيح، ودها ترتاح، صحيح. أعتقد هذا هو النقطة. الدولة قامت بما هو عليها، نعم. تم هناك ضبط وإحضار بشأن المرشح، نعم، لإهانته مجموعة، وبالتالي أعتقد، نعم، أن الموضوع، نعم، الآن إن شاء الله. الآن أخ محمد، أخ فهد معنا، أخونا والصحفي الأمني ومحمد الخلف، حياك الله محمد، ونبي شنو آخر الأحداث اللي الآن جارية في منطقة العدلية؟ حياك الله محمد، مثل ما بلغتك قبل قليل، الوضع كما هو عليه الآن، التجمهر، والآن لا زال مستمر التجمهر، مستمر التجمهر وبزيادة، المتجمهرين اللي يتكلمون في المايك الداخلية، طبعا أخذوا مايك الداخلية وأخذ المتحدثون والمرشحين الحاليين، نعم، بالمنادات في البقاء إلى أن تتخذ الحكومة موقف ضد النائب أو المرشح الحالي، نعم، محمد الجويهل. إذن هناك دعوات للاعتصام في مقر الجويهل. الجويهل إلين اتخذ الآن الآن أستاذ عويد في اجتماع في منزل النائب السابق مبارك الوعلان، نعم، تسمعني أستاذ عويد؟ أسمعك، نعم، تفضل أخ محمد. اجتماع لإصدار بيان حول ما الأحداث اللي وقعت اليوم، نعم، ونحن بصدد الانتظار هذا البيان، نعم، لكن تقول الجموع موجودة وبازدياد لا زالت، وهناك دعوات للاعتصام وعدم الانسحاب من المقر لحين اتخاذ الحكومة لإجراءات، موقف رادع بحق المرشح محمد الجوهري. طيب، يعني معلومات تتداول لدينا بأن هناك يعني صدر أمر بضبط وإحضار للمرشح محمد الجوهري، هل لديك يعني تأكيد أو نفي هذه الأخبار؟ أستاذ عويد، هذه أنباء تتردد، ما نعم، في شيء يعني مؤكد إلى هذه الساعة، نعم، الأنباء تقول أنه صدر ضبط إحضار، أكد لي مصدر أمني قبل قليل يعني متواجد في الحدث، يقول إذا صدر ضبط إحضار للتحفظ على المرشح محمد الجويهل خوفا من أي حدث لا سمح الله. نعم، ممتاز. عموما أخ محمد، إحنا شاكرين لك اليوم يعني وتواجدك في مقر الأحداث، وإن شاء الله بإذن الله تعالى لن يعني تستمر طويلا، ونسهرك معنا إلى صباح الغد، وإن شاء الله الأحداث نتمنى أن تنتهي على خير بإذن الله تعالى. إن شاء الله نتمنى ذلك. حياك الله، شكرا جزيلا أخ محمد. شكرا. صاحبي طبعا الأمني في جهة الشهادة الأخ محمد الخلف كان معنا على الهواء مباشرة وموجود في موقع الحدث. يبدو أخ فهد كما قال يعني صاحبنا محمد الخلف بأن هناك دعوات للاعتصام وعدم الانسحاب، صحيح، إلا لتحقيق مطالب القاضبين، ويقول العدد بازدياد، صحيح. حلو، احنا لدينا فيديو أخ فهد، الآن المخرج يقول لدينا فيديو حصري لقناة الشهادة، خلينا نشوف الفيديو. تصويري طبعا، تصوير طبعا أخونا عبد الله ديس يقول تصويري، خلينا نشوف التصوير. Yeah.
الهلال. طبعا مشاهدي الكرام هذا الفيديو حصري لقناة الشاهد، وشفتوا يعني الجموع القاضبة التي قامت بحرق المقر للمرشح محمد الجويد. اخ فادي اذا في تعليق على الفيديو اللي يعني عرض حصري للتعليق انت لو 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 تشوف الحضور او من قام باشعال النار تلاقيهم شباب من 18 الى 24 سنه. نعم هذولا انفعالاتهم سريعه جدا. نعم اتمنى مخرج ان يعرض الفيديو اعاده ونحن نعلق يعني في مجال يعني طبعا فضل. الشباب هذا من السهوله انه يستثار. نعم لهذا السبب انا اطالب المرشحين ان يقومون بالتهدئه، و يعني منطقه العدليه محتاجه الى الهدوء. في ناس الان في بيوتها تبي تنام تبي ترتاح، من حقهم انهم يرتاحون. اذا كان هناك المقصد هو الانتقام من المرشح الجويهل فالجويهل ليس موجودا، وبالتالي الحرق وتدمير في منطقه كويتيه غير مطلوب. الآن اللي أتوقع أن قد يقوم بعد يوم أو يومين مجموعة ومناصرين الجويهل أو من أهل المنطقة، ويقومون أيضا برد فعل باعتصام أو يقومون الخوف أن يكون هناك احتكاك بين السكان ورد فعل أخرى الموجودين كرة الثلج. وبالتالي أعتقد أنه يجب أن تؤمن منطقة الحدث، يعني هؤلاء الناس اللي موجودين. نعم أعتقد أنه على قوات الأمن أن يعني الآن بعد ما هدت الناس وبدأت الخطب أن تأتي بشكل مبسط وتعمل بلت، تعمل حزام. نعم وتسيطر على منطقة الحدث وتمنع السكان من الاحتكاك مع المواطنين الثائرين. نعم أو المواطنين المنفعلين. نعم من المهم جدا المسؤولية الآن تقع بالدرجة الأولى على المرشحين. نعم المتواجدين الآن المفروض أن الآن يقوم بالتهدئة. ما حصل حصل.